صباح الخير. أتمنى الشفاء للمرضى، أتمنى زوال الداء وابتعاده عن قطرنا. أحبائي، أود اللقاء معكم في المعيد ومواصلة المسير في مجال الثقافة غير العالمة، الثقافة غير العالمة والتاريخ وأحيانا حقوق الإنسان، وإني أتحدث دوما باسمي وبصفتي، اسمي الحسنيت الفقيه، باحث في التراث الثقافي والتنمية القروية بجبال الأطلس الكبير الشرقي التي تنتمي بالطبع إلى جهة درعة فيلات إلى الجنوب الشرقي المغربي. أتمنى أن أفيدكم، أتمنى ألا أجرح أحدا. سلفت الإشارة في المداخلتين السابقتين إلى أن إزدك لم يستقر أمرها على قرار لعلاقتها غير المتوازنة مع المخزن ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، ولقد حب المخزن أن يوظف القبيلة درعا بشريا بجبال الأطلس الكبير الشرقي، درعا بشريا يحل دون مرور أي تعطى نحو الشمال، إلا أنها لم تلتزم بثنائيات الأمر والتنفيذ، ثنائيات السمع والطاعة. فترة تخرج القبيلة عن مسار المخزن، المسار الذي رسمه المخزن. وسيكون موضوع مداخلات صباحي أي تزدك بين المقاومة والاستسلام، أي تزدك بين تمرد وعقد الهدنة، أي تزدك بين الكار والفر. وكما أشرت في كتابي الأخير حفريات في المجال اليوم الهوية الثقافية بمحيط قرية تزممرت، فإن طابع القبيلة تمرد على السلطان طارة وعقد الهدنة معه طارة أخرى، وإذا أن تشكيلتها الإثنوغرافية غير قائمة على قرابة دموية محضة، فهي تعب أن تكون وظيفية في علاقتها، وظيفية في تعاملها، وظيفية في تدبيرها للمجال، براغماتية بالمعنى الواسع للكلمة. إنها أكثر القبائل عقلانية بجبال الأطلس الكبير الشرقي. وقفت عند السلطان الحسن الأول في حركته إلى تفيلات، وهي حركة موجهة إلى أجزدك بالدرجة الأولى، إذ أهانوا القائد اليوسي ولم يحترموا هبة المخزن وسندوا الشيخ محمد العربي الدرقاوي، ولم يمتثلوا للمخزن بالمرة، ولا سمع لهم ولا طاعة. ولقد أتى رسول يبلغ أجزدك بشق طريق الحركة، أن تعرج الطريق نحو الضفة اليمنى لواد زيز بموضع أمجوج بشمال أمجوج، وتعبر جبال السقيف لتمتد إلى موضع الدرمشان، ثم تعرج يسارا وإلى أن تصل تزوكا، لأن تصل مجموعة قرى قصر السوق. وقصر السوق مجال أيدزدك، مجموعة من القرى لأيدزدك، ثم تصل إلى مدغرة. ولقد قضت أيدزدك 3 أشهر من العمل، لكن السلطان بعد نزوله أيد خجمة واعتقال رؤوس من أيدزدك غير مسار الحركة. ويبدو أن السلطان لما علم بوفاة الشيخ محمد العربي الدرقاوي سنة 1892 لم يعد سلك طريق الخنك ومدغرة صالحا، لذلك مكث غير بعيد بأيت خجمان وبعث رسله شرقا وغربا، حتى حضرت رؤوس أيت ستيك من أيت عثمان وتعلل وزيس
وصفدهم بالغلال وقرنهم بالسلاسل والصفاد، فعرجت الحركة نحو طريق غريس عبر منبسط أطلالس. نزل انعراج مسار الرحلة أو الحركة، رحلة السلطان أو حركة السلطان، بردا وسلاما على أيزدك بالخنق وقص السوق. وقد يكون تغيير المسار أقل هونا على أيزدك هناك، إذ لم يتكلفوا لا بإطعام الحركة ولا بأمنها ولا بالمشاركة فيها. فوق أن شخصين من آية عثمان لما سمع مطرقة الحداد بقصبة أي السمور صعد إلى السطح ونزل من الصور بتقنية إلصاق أبطنهما بالجدار والانزلاق حتى الأسفل. كان معظم الأسرى بالطبع من أتم أتباع سيدي محمد إبراهيم، وقد سلف الحديث عن سيدي محمد إبراهيم. وصلت أيزدك لنهجها الوطيف التمرد أحيانا وقبول الهدنة كلما دعا الضرورة إلى ذلك. ولتذكر فقط سجلت مشاركتها في مقاومة المستعمر الفرنسي سواء بأمر من الشيخ محمد العربي الدرقاوي أو لما أحست باغتصاب جزء من مجالها ببودنيب سنة 1907 لما احتلت فرنسا واحة بودنيب وخاصة بني وزيد وأيتعشى وهما أيزدك. ولم تقبل أيزدك السيطرة على إخوانهم بوحات بوذنيب، لذلك انضم قناة عدو ابن تمغوت بتنسيق مع أيت مصروح حركة لعرقلت التوسع الفرنسي بوادقير سنة 1907، فاعترضت سبيل القافلة المتجهة نحو تلال. لكن القبيلة لم تكتفي بما يفعله عقانة عدو، لذلك ساهمت في تعبئة ذاتها في المن وأتيوسي وإطنطير وتبنت نداء السلطان عبد الحفيظ سنة 1908، فكانت معركة تزقرت قرب بوتنيب. انهزمت هذه القبائل أمام الجيوش النظامية للمستعمر الفرنسي وضردت إلى غرما. إن انهزام هذه القبائل جعلت أيزدك تفتح تفاوضا سريا مع ضباط الاستعمار الفرنسي حسب ما وجدناه في تقرير فرنسي بتاريخ 2 من شهر شتنبر من العام 1940، والمقتطف من سجل قبيلة أيزدك بالريش. ولعب في سلوك أيزدك، لعب في ما فعلته أيزدك بالأمس مع المخزن، وهو الفعل نفسه الذي تفعله مع فرنسا، وكل فعل لا يحمل ذاته إلا في نطاق معين، التمرد في مواقعه والهدنة أيضا في مواقعها. تقدير الفعل ضروري مدى التهديد الخارجي هو الذي تواجه القبيلة، فبالأمس كانت تواجه المخزن واليوم جاءت فرنسا، ولا ينفع مع القبيلة هنا إلا المقاومة السلبية والتفاوض مع المستعمر الفرنسي المستعمر القوي في التنظيم والعتاد، مقاومة سلبية، والانسحاب الهادي مقاومة في تقدير أيزدك. فكيف جرى التفاوض؟ حسب التقرير الفرنسي المذكور فقد بعثت أيزدك جماعة من الأعيان للتفاوض مع الحكام الفرنسيين بمركز بوذنيب، بعيدة الهزيمة التي حقت القبائل بواحد تزقرت بوادقير. ومنذ وقتها فقد انسحبت القبيلة عمليا من تحالف القبائل أتياف المال. رحب القبطان ألموند رئيس الاستعلامات العامة بالجنوب الشرقي المغربي بوفد أيزدك، وهم حدو نايت عسو، وحدو نايت عسو هذا عم به نايتره وبه نايتره والد قائد عدي وبه، وحمو نايت علي والد القائد حسن بن حمو فيما بعد، واحد دونيت السمور وحسين أيوس، ويبدو أنه من بطن أيت موسو علي بتعللين. لم أعثر على نسبي، اجتهدت فقط لما تبين لي بأن جميع الأبطون ممثلة إلا أيت موسو علي، بدا لي أن حسين أيوس أنه أوصف من أيت موسو علي. وبموازاة ذلك زار القبطان ألموند واحد تعللين مرفوقا بحوالي 50 من أفراد القوة العسكرية، واستقبله حسين أيوس
المذكور وعاد إلى قاعدته ببني بدون إصابات. تلك هي الخطوة الأولى في التفاوض مع أيزدك بتعليل. ثم أتت الخطوة الثانية في سنة 1910، حيث زار بيرتران قصر تغزط بأعلى زيس غرب الريش. وفي سنة 1912 تمكن الكولونيل دوري من بلوغ نزل قرب تيزينت لوغمت، وعاد إلى واحة التعللين، إلا أنه لما حاول التوغل بخانق سعبل تعرض لمواجهات أيت مرغد ورحل أيت غرش. وللإشارة يعبر خانق زعبل ممر قادم يتقاطع مع ممر قادم من أقدس شرقان، ويمر بجنوب جبال بوتشرافين، ثم يمتد غربا إلى أن يسلك واد أمزري الذي ينتهي بتسماعيلت، ثم يمتد ليمر جنوب إسكنيت مراو، ثم جنوب خانق سمياز بأمد لبو، ثم يتجه إلى بدو ويمتد إلى خوانق تدغى غربا، وهو ممر يسلكه المقاومون. لم تسيطر عليه فرنسا إلا في وقت متأخر. أما خانق زعبل فيربط واحات تعللين شمالا بواحات مضغرة جنوبا، ومجموعة صصق التي تقطنها أيزدك. وشكل دخول المستعمر واحات تعللين حدثا مهما، حيث تأسست نقطة المراقبة رقم 42 رقم يعني 42 سنة 1917. وكروند هذه ليست هي كروندو التي تقع على الضفة اليمنى لوزيز، كروندو أشار إليها شارل دوفوكو، ولا علاقة لها بالمعسكر 42 كروندو، لا بمعسكر أي تعتو على الضفة اليسرى لوزيز، ولا بمعسكر 42 على الضفة اليمنى لوزيز. وأحدث مركز الاستعلامات بري سنة 1916 جنوب موطيع المستشفى المحلي، وشمال مركز القاضي المقيم، وغرب القباطة. ومع تقدم المستعمر الفرنسي بوزيز نزلت أتياف المنطقة سيفت بشمال الريس سنة 1920. ورغم دعاية الخطيب عدين ماما ينحدر من قرية تلهريت أو تاجريرت لم أعد أتذكر، وعدين ماما خطيب وطفته فرنسا في ترغيب، قال لهم عدين ماما: يا قبيلة سيد مرغاد، يا قبيلة سيد حديدو، يا قبيلة سيد يحيى، إنكم لن تقدروا على مواجهة الفرنسيين لأنهم أكثر عتادا وتنظيما وأقوى منكم، أدعوكم إلى الاستسلام، تجنبوا هدر الدم، احذروا أن تتركوا أبناءكم يتامى. فسلطاننا هو من ترك الفرنسيين يدخلون إلى هنا بتوقيع معاهدات الحماية. يا مرغاد، يا تحلي الدو، يا تحيا، هاتوا رغيمتنا الروميين، هات قصح نغيفون، هات غرس نسناح، هات جهد نغيفن، لو كنت نيخ دواتي بردانون، لو كنت نيخ الزات أشنيا لملات الدمي بردانون، بركة يا تخني دام، خرقنا التجمع الرونون دي وجلات، ولما يتني قابل لا تيلي دنخا أكسنيا ندي تسنى أدي جمن غردات دواتي بردانون. ورغم دعاية عدين ماما عزم حلف أتياف المان على المقاومة، فكان الانهزام، وكانت معركة تقرسيف إعلانا غير مباشر بانسحاب أيزدك من التحالف القبلي أتياف المان. وفي اليوم الموالي وردت على الضباط رسائل الاستسلام، ورفعت أعلام بيضاء، أعلام سلم ضروني أقف عند هذا الحد لأعود إلى مقاومة بالقسم النقادي بزاوية سيدي بوكيل،
مع من بقي صامدا من أتيف المهان، وخاصة سيدي بن حماد وغيرهم. تحية لكم تفاوين النون، تنمية النون، لن تمنى دفع من وساتة مزيات النخ، الرجيني إموطين النخ، التعيد وقت مشي نزيا تيزويري نتمينا يجمعنا نسيتي جون ودغار بلا الانترنت.